J'ai bien fait avec OMC Swan. Charg ou garb, Libye, fil hip hop. Li awoul ou mouche akhir marra, inshallah. تبيها يا معمر عجبها ولا حرب عصابات راسك حنجيبو مهما عدد الإصابات مهما عدد الدولارات اللي جبيهم من المرتزق هارك أحرف لا تعرف الشعب الليبي ولا غضب القتل فر وكر الحرارة في دمنا في ليارفة العلم من السيارة ويمنع يجروا في جرتهم ويكتشفوها كمين باش تعرف راهو شبابنا الحق مجاهدين اللي نادوا على طرابلس هم ردوا عن النداء والله ما تقدر تخيل عدد الشهداء طرابلس فيها الرجالة طرابلس فيها تريس غير ان طرابلس فيها القيادة وكتيبة خميس بالنسبة لي طرابلس والله ماني خايف عليها الزاوية هي المدينة اللي واحد يبكي عليها اذكورة يقتلوا فيهم سوينهم يغتصبوا فيهم لا حول الله حتى المساجد يدمروا فيهم لي داروا ما داروشي حتى فرعون وجنوده حيا ينحرقوا زلوقيد ما تقعد منهم حتى عودة ننتصر أو نموت لا شرقية لا غربية كتشوف فات المختار واقفين بنية طالبين الحرية رفع الانتصار كراية فوق تعلي ترفرف زيد خطرف ملك المجنون شكون الفكرة في راسها نتف ستف جثث بالمليون الشعب يطبل للحرية قتلنا ولا عندك دية كلك عز وشرف كيما يبقى صنعوها الليبية لك آخر رصاص انفك عذبك من اللي دارهم مصراتة شعب بحالة قوم فيه واقف ضده وهذه انتفاضة قتل في الأطفال شيوخ انسان مجرم قاتل متسلسل أصلك المرض فيروس الدم مؤذي خيرك مسترجل شعبك واقف وتقتل مش هامك حتى اللي في صفك مش هامك حتى اللي معاك معبي دماغك بكذبة غفة خويا استيقظ راك مودر غسلين دماغك بكذب قدرش اللي يخلي طاغي يوقف ضد شعبه ويحذر سبب واحد بس يكون ان الملعون طايح في الهاوية جهنم على الارض تكون قروها له رجعت الزاوية والاخر مرة نحب نقول لمعمر خذ مني وتعلم شعب اللي بمقدوره يخلي الارض جهنم ننتصر أو نموت الصلاة هو ديما اللي يلتزم بالصلاة يلي تبعه في القدافي العظيم هو الله فجر الحرية في تونس كانت العصر في مصر في ليبيا قطع راس القيدة هي لحظة النصر باش تزيد تحكمنا يا معمر والله مستحيل ما هو اللي درت فينا ما دارتها حتى إسرائيل لو عند النووية ما يخلي إلا القزة عنا فلسطينيين اللي توا ولوا لي غزة لا تزويد لا تزوير برا شوف التصوير اللي يعرف قداش صبرنا والله لا يحير يحسبوها ما لم صار جماعة اللبني والكارتة الشجاعة في المساطن مش قلت لكم هذه وارتة سابت قبل بتوقف معانا يا لوبي في ياسكو اللي واقف معانا ألان جوبي بيعلق على ليبيا خلي ينزل في زلتان هذي لا مصر لا تونس لا عراق لا افغانستان لي من برا يطلع منا احنا لي نعرف الخطر وبارك الله في مصر تونس وقطر The price of freedom.